دعا المستشار نبيل صادق النائب العام إلى الإعداد لمؤتمر عام تحت مظلة تجمع نواب العموم العرب لبحث سبل التصدي بحزم للجريمة المنظمة وأعمال الإرهاب. وطلب النائب العام خلال كلمته في الاجتماع الأول لنواب العموم العرب بضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات الادعاء العام في الدول العربية لدرء الأخطار المتصاعدة لجرائم الإرهاب ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. إلى فاصل، نواصل من بعده النشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس انتظرونا.